مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ معكم محمد من استوديو التكنولوجيا S40N. اليوم أصدقائي رح أحكي بالتفصيل كيف أنا بنزل ويندوز 11 على أجهزة قديمة أو أجهزة حديثة أو أيا كان الجهاز. مثل ما بنعرف الويندوز 11 فيه له متطلبات ما بتتحقق الأجهزة القديمة شوي، لو إنه مواصفاتها عالية. يعني أنا مثلا لما يكون عندي جهاز رامته 4 فما فوق ومعالجه i3 i5 i7، فبالتالي انا بحس انه بينزل عليه ويندوز 11 بدون ما يتضايق. بس هن عاملين له متطلبات، في شيء اسمه ذاكرة التي بي ام 2، هاي النوع من الذواكر مو موجودة بالاجهزة القديمة، وهي بتجي قطعة مثبتة على المذر بورد، يعني على اللوحة الام. ولذلك انا اليوم عامل فيديو عن تجاوز الفحص تبع هاي القطعة وتجاوز الفحص تبع متطلبات الويندوز 11، وكيف انت تحسن تنزل على الجهاز. بالتالي نحن هلا هنشوف الخطوات خطوة بخطوة كيف انا اعمل هاي العملية. طبعا في جزء من الخطوات مذكور بفيديو تحديث من ويندوز 10 لويندوز 11، هستخدم نفس الملف اللي استخدمته هنيك. بس راح يكونوا هون في شوية خطوات إضافية، كوني أنا عم نزل النظام مو من قلب الويندوز 10، لا أنا عم نزل نظام من جديد على نظافة. خلينا نعتبر إنه أنا عم فرمت ونزل، أو إني عم نزل على هارد أول مرة لسه مركبه جديد مثلا، أو الجهاز مركبه جديد لسه ما عليه نظام تشغيل. نبلش مع بعض خطوة بخطوة مثل العادة. نفتح المتصفح، نفتح جوجل، نكتب بجوجل ويندوز 11 Media Creation Tool. هاي هي، انا هكبر شوي مشان تقراها. تمام، راح بهذا الشكل راح تكون ويندوز 11 Media Creation Tool. راح اعمل انتر. النتيجة طبعا مثل ما انا شايفين هون عنا داونلود ويندوز 11 من موقع مايكروسوفت مثل ما انا شايفين. على كل حال احيانا انت بتفتح الرابط تبع اللغة الانجليزية بيفتح حسب لغة الويندوز عندك. تمام، هلا فتحنا مثل ما انا شايفين هلا هي الصفحة بهذا الشكل. كمان نكبرها. اول شيء في عندي هون ويندوز 11 انستليشن اسيستنت، هذا برنامج مشان يفحص لك مواصفات الجهاز اذا بينزل عليها ويندوز 11 او لا. انا هذا ما راح استخدمه لانه انا اصلا عامل الفيديو لحتى اتجاوز المواصفات المتطلبات تبع الويندوز 11. فانا في عندي هون شيء اسمه كرييت ويندوز 11 انستليشن ميديا، هاي اللي انا راح نزلها. راح اخذ داونلود ناو، نزل هذا هو الملف. تمام، اظهره هون بهذا الشكل. راح سكر هاي الصفحة ما عاد فيها شغل. هلا راح احتاج فلاش ميموري 8 جيجا فما فوق. هلا وصلت انا، راح سكر هيك. هلا اجي افتح هذا الملف كمسؤول. هلا فيك تشغله عادي بس يفضل تشغله كمسؤول. هي يس، راح يبلش شغل. طبعا في مراحل انا بالفيديو رح اضطر اني اقصها مشان ما يطلع الفيديو كتير طويل. هلا اول شي بيعطيني اتفاقية الترخيص تبع الويندوز 11، رح اعطيه accept. هلا بقى مثل ما انا شايفين هون بيعطيني انه اختار اللغة. هلا هو اعطاني الخيارات المناسبة للجهاز اللي انا عم اشتغل عليه، كون اللغة عندي المانية. طبعا اذا انت اول مرة عم تشوف الفيديوهات بالقناة فانا عايش بالمانيا، لهيك كل شي بتلاقيه عندي بيطلع باللغة الالمانية، او التوافقيات تطلع عندي باللغة الالمانية. بنقيم هذا الصح مشان اختار اللغة اللي انا بدي اياها. راح اختار اللغة الانجليزية English United States، والاديشن هو ويندوز 11 ما بدي غيره. تمام، هلا راح اعطيه نيكست. هون بيعطيك خيار انه بدك تساوي على يو اس بي فلاش درايف او بدك بس تنزل الايزو. هلا هون عم يقول لك انه انت تحتاج فلاش درايف 8 جيجا مثل ما ذكرت لكم قبل شوي، او ايزو فايل، فانت بتخزنه بالمكان اللي انت بدك اياه، بعدين بتحطه عن طريق برنامج مثل الروفوس. فهلا نحن رح ناخذ هون دغري يو اس بي فلاش درايف، اعطيه تالي او نيكست. هي اللي انه الفلاش الموصوله هي 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 اسمها. انت اذا واصل فلاشتين انتبه، او ثلاثه او كذا، انتبه بهي الناحيه انه اي فلاش عم تشتغل عليها مشان ما تفرمت، لانه وقت بينزل النظام اول شيء بيعملوا بفرمت الفلاشه فورمات، يعني ف عشان ما تفرمت الفلاشه انت بدك المعلومات اللي عليها. فهون بعطيه رجع نيكست وبنتظر منه ليحمل نسخه الايزو، وبعدين ببلش بيفردها على الفلاشة مثل ما احنا شايفين. هلا اعطانا رسالة الانتهاء يور يو اس بي فلاش درايف از ريدي، يعني الفلاشة صارت جاهزة. صار في اضغط فينيش، هيك صارت جاهزة الفلاش. بس هلا الفلاش اذا بيجي بنزله على
حاول نزل النظام اللي بقلبه على جهاز عادي مثل ما انا شايفين هدول هن الملفات. اذا بحاول نزل النظام على جهاز عادي يعني ما بيحقق مواصفات المطلوبة للويندوز 11 ما راح يشتغل النسخة. فهلا انا ذكرت الطريقة بفيديو تحديث من ويندوز 10 ل 11 وراح ارجع هون حمل نفس الملف اللي انا استخدمته هنيك، راح يكون s4tn.net/text1 وينتر. تمام، مثل ما انا شايفين هلا انا هون حاطط هذا الرابط، طبعا حاطط لك يعني مربع الوصف زائد هاي هون، تضغط هون بتحمل معك الملف. تمام، هذا الملف اسمه ويندوز 11. هلا نفتح الملف ويندوز 11، هاي الصفحة ما عاد فيها شغل، سكرها. هلا بقى مثل ما انا شايفين رح كبر، طبعا انا ذكرته بالفيديو هذا بس رح ارجع اسوي الخطوات مرة ثانية. طبعا هاي الطريقة فيك تساويها انت يدويا وفيك تساويها ملف مثل ما انا رح اساوي. رح نحدد هذا الجزء نعمل له نسخ كوبي، رح اجي اعمل ملف جديد نيو تاب، راح اعمل له لصق مثل ما انا شايفين هي لصق هون، هي صار عندي ملف جديد نصي لسه ما تسمى. هلا اعطيه سيف اس وبحط له على الفلاشة انا بدي سيبه، راح سميه مثلا ريج دوت ريج، لازم يكون دوت ريج مثل ما انا شايفين. اي اسم، الاسم الاولاني ما بيهمنا، خلينا نسميه s40n مثلا اذا بدنا دوت ريج. ومن هون لازم اختار all files او كل الملفات بالعربي. تمام، هذا لا تغيره الانكودينج، اعطيه سيف. هلا راح اجي اسكر هون، راح اروح على الفلاشه راح لاقي ملف s40n.reg صار موجود هون. هلا راح نروح على الجهاز الثاني او اللابتوب اللي انا بدي انزل عليه ويندوز 11 ونشوف الخطوات مع بعض بعد الفاصل. وهلا اصدقائي مثل ما انا شايفين هذا الجهاز اللي رح نشتغل عليه اليوم، كان اساسي عليه ويندوز 7 سابقا، نحن كنا منزلين عليه ويندوز 11 وهلا رح نرجع نعمل له فورمات ننزله من جديد. كنا شارين له مفتاح ويندوز 11 ومنزلينه عليه قبل هلا. في شغله ما كتير العالم كتير بتعرفها، انه اليوم مفتاح الويندوز 10 او 11 عم يتخزن بالبيوس، يعني بعد ما تفعله انت اول مره خلاص ثاني مره انت اثناء التنصيب تعطيه انه انت ما عندك مفتاح وتكمل، مجرد ما اتصل بالانترنت مباشره راح يتفعل بدون اي تفعيل، بدون اي حاجه انك تدخل مفتاح من اول وجديد. راح اول شيء نوصل الفلاشه، وصلنا الفلاشه اللي عملناها وهلا راح نشعله مباشره، نضغط F2. هلا صرنا جوات البيوس. هلا انا بدي اروح على البوت. تمام، مثل ما احنا شايفين هلا محطوط انه البوت الهارد داخلي هو اول خيار مثل ما انا شايفين هون. انا حاليا ما بدي الهارد الداخلي اول خيار، فحاختار له انه اول خيار يصير external device، وهون هي لازم تكون مفعلة. رح نختار السهم اليميني، نروح على exit، نعطيه exit setup، رح يقول لي save configuration، رح اقول له اوكي ويس. هلا رح يقلع، هلا بلش يقلع من الفلاش ميموري. هلا الشغله بدي احكيها هون انه كل بيوس له طريقه تفعيل اليو اس بي او الاقلاع من الفلاشه بطريقه شكل. هلا هذا البايو سوني بايو اللي بايدي هلا هيك طريقته مثل ما ورجيتكم اياها. هلا طلعت لي اول شاشه اللي هي اللغه والقصص هاي. تمام، فانا هلا راح اختار له نيكست، راح اعطيه انستول ناو، راح اعطيه اي دونت هاف كي، راح اختار له البرو لانه المفتاح اللي عندي على هذا الجهاز هو برو، اعطيه تالي. لاحظ هاي الرسالة اللي طلعت لنا This PC can't run Windows 11. طبعا هاي الرسالة اللي انا فايت او عامل الفيديو لحتى اتجاوزها، راح ارجع لورا سكر هاي اوكي. راح نرجع لهي المرحلة. تمام، نحن هلا بهي المرحلة راح نضغط Shift مع مفتاح ال F10. هلا هون باخد ريج ايديت هاي التعليمة، بعطيه انتر، بيفتح لي هو محرر قيم ريجستري. هلا من هون بعمل فايل امبورت، بختار ديس بي سي، بختار الفلاشة،
بختار ملف S14 في اللي هالنوع successfully added. تمام، أنا من هاي القصة خلصنا. رح أجي نزل من جديد. مثل ما شفنا أنا ضفت قيمة الريجستري، وهلأ رح نشوف الفرق. كما رح أقول له I have no product key، رح أختار الويندوز 11 برو، أعطاني اتفاقية الترخيص. قال قبل شوي كان رافض ينزله، لاحظوا هلأ ما أعطاني رفض إنه ينزله، لأنه هلأ حطيت له يتجاوز موضوع فحص الـ TBM2. خلينا نعطيه كلياتهم حذف بالأول. نيو عندي 500، رح اختار له 22. اوكي، وهي سوى الثانية يساويها سي ودي. طبعا هلا موضوع التقسيم هذا كل واحد على راحته بيقسم. هلا صار عندي سوى سي 214، رح اعمل له فورمات. سواء دي رح اعمل له كمان فورمات. ال 100 ميجا هدول هدول قطع الاقلاع ما بيهموني. هلا هي سواء سي نيكست، وبستنى عليه لحتى يكمل سيت اب. مثل ما انا شايفين قربنا نخلص. هلا بيعطيني هون ريستارت، رح اعطيه ريستارت ناو، اضغط F2، ارجع فوت على البيوس، ارجع اروح على البوت. انا هلا ما عاد بدي اياه اخلع من الفلاشة، لانه فهون اختار له هلا الانترنال هارد ديسك، انترنال. تمام، وللامان يفضل هون اعمل له ديزيبل، انه ما عاد اخلع من فلاشة خارجية. هلا بروح على اليمين، اكزيت سيت اب، بعطيه يس. طبعا بهي المراحل اثناء إعداد الجهاز ممكن يعيد تشغيله مرتين ثلاثة، هذا الشيء عادي مو مستغرب، لأنه هو عم يجهز ملفات الويندوز للإقلاع أول مرة، فبياخذ شوية وقت لحتى يتعرف على القطع ويتعرف على الإعدادات اللي أنت عملتها. فعادي مهما عاد تشغيل هذا الشيء عادي. وشغلة تانية، إنه إذا أنت لقيت بطيء أثناء تنصيب أو لقيت الأداء بطيء بالنسبة للويندوز 11، النصيحة قدمناها من شي أكثر من سنة بفيديو، الأجهزة القديمة كلياتها يفضل إنك تعمل الهارد تبعها، تحوله من هارد عادي لهارد SSD، تبدل الهارد، لأنه كتير حيكون عندك فرق أداء. وحاليا الـ SSD هو اللي بيتوافق مع الويندوز 10 والويندوز 11. هلأ عم يختار البلد، فهختار ألمانيا جيرماني. اختار اللغة، اختار الكيبورد الانجليزي، ما راح اضيف هلا لغات حاليا، حاعطيه سكيب. هلا هون بده انترنت، فانا راح اعطي بيانات شبكة الانترنت. هلا اتصل بشبكة الانترنت، راح اعطي تالي. هلا هون طلب مني اسم الجهاز، طبعا في كمان اعمل له سكيب، تجاوز. هلا هون بيقول لي انه الجهاز للاستخدام الشخصي ولا استخدام للعمل او للمدرسة. طبعا استخدام شخصي فانت عندك كنترول كامل على الجهاز، استخدام العمل او المدرسة فهن بيكون لهم الكنترول على الجهاز. مبدئيا راح اعطي استخدام شخصي، اعطي تالي. فهون اعطيته استخدام شخصي، فاعطاني الميزات تبعاته. هلا عم اعطيه، بده يعطيني ساين ان، بهاي المرحلة اخواتي انا راح سجل واحد جديد لانه اللابتوب مو لالي.
هلا بيقول لك انه حط لي ايميل واختار، اذا انا حسميه مثلا سوني او حسميه بالعكس لانه اكيد سوني فايو مسمى، فايو داش سوني الفين وعشرين ثلاثة وعشرين، خلينا نطوله شوي عشان ما يكون مستخدم. اي ات hotmail.com. تمام. هلا هون بنلاحظ انه هو اقترح لي، هو اعطاني اختيار hotmail او outlook.com، يعني اذا هلا جربوا، اذا زبط hotmail زبط، ما زبط واخد له outlook، اذا ما زبطوا الاثنين بضطر غير شيء. هلا هاي next. تمام، طلب كلمة سر، هلا اخترنا له كلمة سر، راح اعطيه تالي، راح اعطيه تالي. هون الاسم والكنية، هي سوني، هاي فايو، هو كلياته تمثيل يعني على كيفك، مثل ما يقول عبي البيانات، تعبي تاريخ ميلادك، تعطيه هلا تالي، بعد ما اخترت البلد وتاريخ الميلاد وكذا. هلا هون بيقول لك انه security info، اد ايميل او رقم تليفون، فانت تحط رقم ايميل بديل، اي ايميل بدك اياه، ايميل بديل. طبعا انا عم بضطر اني ما اطلع البيانات هاي. اخذنا تالي. هلا عم يتم اضافة الحساب. هلا هون بيسأل لك انه بدك تستعيد حسابك من ويندوز 10 او اقدم، او بدك تعمل نيو بي سي. تمام. فهلا انا عم له سيت اب نيو بي سي لانه انا ما عم بستعيد شيء قديم، ما عم بستعيد نسخة قديمة من الويندوز. اعطيه تالي. عم بعطيني كرييت بين. بين هو عبارة اضافة، شغلة اضافية، يعني عوض ما تحط الايميل وكلمة السر بتحط البين بتصير. طبعا فيك تكتبه مثلا انت اربع خانات وترجع تعيدهم. طبعا اذا بدك تحط فيه احرف واشارات بتحط هاي الصح، اذا ما تحطه بس ارقام بتحطه مثل ما يعني بس ارقام على الحل. انا حطيته لاربع خانات وكلاتهم ارقام. هاي تالي أو اوكي حطينا له. هلا هاي الخيارات انا بنصح انه اعطينه عليه هون، هدول بيجوا مشان السماح انه يحصل على موقعك، السماح يبعث لك اعلانات مخصصه. هلا هون انه المعلومات اللي ياخذها من جهازك، ياخذ معلومات كامله ولا ياخذ بس الريكوير، الضروريات كتير. طبعا راح اخذ بس الريكوير. هون ما عندي انا قلم تبع لمس تالي. هي كمان نرجع للإعلانات المستهدفة، ما بدي الحصول على موقع، ما بدي. هلا هون إذا بدك تنزل شيء إضافي، مثلا أنا بدي جهاز للجيمنج، حط له هون صح على الجيمنج، بينزل إعدادات شغلات إضافية للجيمنج أو للبزنس أو إلى آخره. بعطيه هلا إسكيب، بيعطيك كيو آر كود عشان تستخدمه على التليفون لحساب الهوت ميل، وتتواصل يصير الموبايل والتليفون مرتبطين مع بعض. طبعا هي الميزة ما راح اسويها حاليا. هلا هون بيعطيك خيار للوان درايف، اللي هو انه يزامن ملفات الجهاز مع الوان درايف، يعني مع الايميل. هلا هاي الميزه فائدتها انه انت شو بتسيف على الجهاز هون على سطح المكتب او المسندات، اذا بتسجل دخولك بايميلك على غير جهاز بصير بتلاقيهم مثل ميزه الابل. تمام. بس انا ما بفضلها لانه احيانا بيكون تعمل ملفاتك كبيره وهو عم يحاول يزامنها، وبده اتصال انترنت سريع، وللاسف بالدول العربيه ثلاث ارباع الدول ما عندها انترنت سريع. فانا بحتفظ هون بلو only save files on this pc، يعني لا تعمل مزامنه مع الايميل على ملفاتي انا. هلا بيعطيك دعايه مشان اذا بتنزل برامج الاوفيس 365، طبعا هذا بيجي اشتراك شهري. اعطيه decline، رفض. هون كمان عم يعرض عليك مساحة 100 جيجا على الايميل، كمان انا بالنسبة لي ما بيهمني، كمان ديكلاين، رفض، ما بدي. هلا راح ننتظر شوي، هلا قربنا نخلص مثل ما انا شايفين. هلا صار جاهز. تاخد سيتينج، اول شي تروح تتأكد من تفعيل الجهاز، تاني شي تعمل ابديت، ويندوز ابديت. تمام. هلا اول شي انا راح اروح على سيستم، راح انزل من هون على اكتيفيشن، لاحظ اكتيف. تمام. اذا ما كانت اكتيف بدك تشتري مفتاح
وتفعله. بس هون تعمل تشينج برودكت كي، بتحط المفتاح الجديد تعطيه اكتيف بيفعل. الشغلة التانية نرجع هون للسيتنج، تاخذ على الويندوز ابديت، تعمل تشيك فور ابديت وتنزلهم كلياتهم تحديثات. ضلك عم تعمل ويندوز ابديت ليخلص كل شي تحديثات. وبالنسبة لتعريف الويندوز 11 بنصحك ما تعرف ولا تعريف من اللابتوب تبعك قبل ما تكون عامل الويندوز ابديت كله، واذا التعريف مو ضروري كمان لا تنزله لانه في تعريف مو متوقع مع الويندوز 11 خصوصا اجهزة قديمة. تمام، فاذا تعريف لقطعة ما بتهمك، مثلا احيانا بيكون سنسور بصمة، احيانا بيكون شغلة انت ما عم تستخدمها اوريدي، فبنصح انه خلص بلاها، يعني نخلي الويندوز 11 على التعريف اللي عم ينزلها من الويندوز كافيين وزيادة. الا مثلا اذا في تعريف لكارت شاشه مثلا، وكارت الشاشه عم تلاقي انه ما عم يشتغل صح، فانت مضطر انك تعرفه ساعتها من برات الويندوز ابديت. بس هو الويندوز ابديت 90% او خلينا نقول 95% من التعريف كلياتها بنزلها من الويندوز ابديت وما في مشكله. احيانا اذا ما لقيتها بالابديتات العاديه بتلاقيها بالاوبشنال ابديت، بتعمل لها تنزيل انه التحديثات الاختياريه، بتعمل لها تنزيل للدرايفر تبع الكارت الشاشه او الى اخره. وهي هي الطريقه. هيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو تبعنا. بتمنى تكون استفدتوا بالخطوات اللي انا عملتها، وحاليا راح نطفي الجهاز. بتمنى منكم اللي مو مشترك بالقناة يشترك، واللي مشترك يا ريت يشارك الفيديو مع اصدقائه لحتى الكل يستفيد. واذا لكم اي تعليقات او اي سؤال بتشرف اني جاوبكم بمربع التعليقات، اكتبوا لي وانا بجاوبكم بسرعة وقت باذن الله. كان معكم محمد من استوديو تكنولوجيا S40N، نشوفكم على خير. سلامات.